استقبل الوزير الأول السيد محمد ولي بلال مسعود اليوم بمكتبه بالوزارة الأولى في نواكشوط السيدة كاتجا كيل مساعدة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تزور بلادنا حاليا. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون المثمر القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى اللقاء بحضور مديرة ديوان الوزير الأول السيدة عائشة فالفيرجس ومستشارة الوزير الأول المكلفة بالشؤون السياسية السيدة هند متعينينا والسفيرة الألمانية في بلادنا سعادة السيد إيزابيل هينن. وعبرت مساعدة وزير الخارجية الألمانية عن سعادتها بوجودها في موريتانيا، مشيرة إلى أن اللقاء تناول مجالات التعاون المتعددة بين موريتانيا وألمانيا وعلى وجه الخصوص المجال الأمني والثقافي، وأضافت أنهم في أوروبا يعيشون وضعية صعبة نتيجة الحرب في أوكرانيا ولديهم بعض التحديات، لكنهم مرتاحون بوجود موريتانيا إلى جانبهم للدفاع عن هذه القيم. ونبهت إلى أن هناك مواضع عامة أخرى بحاجة إلى تعميق وتجذير التواصل حولها بين الجانبين، وفي إطار منظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن موريتانيا بحاجة للكثير من الدعم سواء في شبه المنطقة أو على المستوى الدولي، وهم يسعون إلى بلوغ نفس الأهداف ولديهم نفس القيم.